السلام عليكم شوبي الديزات كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم جينا نتكلموا ونردوا، خدت عليه ما نبقاوش نتكلموا على ماجر 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 غير ايران 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 ايران. ماهيش معيار كبير باش نقيسوا روحنا معاه، خدت عليه ماجر ضعيف. راه يتبنى باللي ايران كبيره، مي ماجر ضعيف في التدريب، ماجر لا غالب ما عندوش ديبلوم، ماجر رانا نقولوا صح، ماجر مدرب ضعيف. مانيش نعاير فيك، مانيش راني نقول لك ماجر، انت ضعيف في التدريب، انت ما عندكش سبحان الله ما عندكش كيما يقول لك حلول. اللاعبين تاعك دخل واحد خرج واحد، تبدل الخطه في ربع ساعه التاليه، كيما زيدان خاسر 1-0 كونت باريس سان جيرمان، قلب البارتيه طق طق ربح ومنا، ما عندكش حلول. لا غالب مستوى تاعك محدود، ما عندكش مستوى في التدريب. انا نقول لك مستوى تاعك، تسمع راني عطيتك مستوى، هي نقول لك مستوى تاعك محدود، ما عندكش مستوى. على هذيك حنايا اليوم ما نتكلموش على هذا الانسان، هذا الانسان اللي زعما شنا قنوات بزاف عطاوه بزاف، خاصة قناة تاع أم كلثوم، قناة تاع الفراعنة، وين شنا أبناء أم كلثوم، أبناء ليلى علوي، أبناء شنا هو شناهم يتكلموا، وإيران وإيران ولازم إيران مشيت. والله تقلعوا ماجر، تقلعوا كاع ستاف تكنيك، هذه إيران هذه إيران، تعاودوا تردوا غير واحد، دي واحد من ريحة من ريحة تاع السي الحاج محمد، راهو راهو ريحة تاعو برك، غير ريحة تاعو. والله هذا ايران اللي يضرب لها ب10، نغارونتيكم ما غد اليوم الحد، ما غد ان شاء الله نضربوها ب10، بصح تقلعوا هذا ما جرو، تقلعوا هذه الجماعه هذه، والله نضرب لها ب10 بصح استاذ. وخاصه هذه القناه، انا اليوم جيت نهضر على القناه تاع الهدام، جيت نهضر على القناه تاع الهدام، نهضر على المنشطين، نهضر على المحللين. ما تكلمتوش، ونشكر ناس خاوتنا اللي متصلين معنا اللي عطاوني هذه المعلومه. انا على بالي بيها بصح سيله راحت لي باش ندير عليها فيديو، ما نكذبش عليكم، كنا لاهيين طنزانيا منا منا منا، ناس فكروني يعطيهم الصحه تاع العاب القوه. الامراه بصفه رجل، امراه بصفه رجل، رجل على هذوك المحللين تاع قناة الفراعنة، محللين تاع قناة الفراعنة اللي عطاتهم 7 اللي هما، وانا نعطيها لكم يا الشعب الجزائري، هادو ناس محللين ومنشطين حصص المخازن تاع المغرب، يعطوهم الاموال في لي كونت تاعهم، ما يتكلموش. شوفوا الا كاش قناة ولا كاش صحافي تكلم على القضية تاع المرأة الجزائرية الحرة وابنة أحرار اللي ما بغاش تلعب مع الهودي مع الإسرائيلي، ما بغاش تلعب مع الإسرائيلية. شوفوا القنوات اللي تكلموا عليها، شوفوا الصحافة تاعنا للمخازن يعطوهم الأموال، خاطش على المخازن راهم قاضبين الصحافة تاع الجزائر، وقاضبين الصحافة التونسية، وقاضبين الصحافة المصرية، باش نقلبوا باش نهضروا، عرفوا ناس ترى انا نهضروا، انا كي راني نتكلم مانيش غلط. والناس لما يدعموا في مروك باش تدي كوب دي مود، مروك ما تديش كوب دي مود، انا نقولها لكم ونعاودها لكم. وقطر عمرها لا تنظم كاس العالم، غادي تنظمها السعوديه 2022، تنظمها السعوديه 2026، تنظمها جويه الماريكان ولا كندا، المهم مروك ما غاديش تنظمها. انا مشاني حازت مروك بصح ما غاديش تنظمها، سبحان الله انا نقولها لكم، ما غاديش تنظم. وقاطر فانيك ما غاديش تنظم، غادي تديها السعوديه، يعطوها للسعوديه. واليوم نتكلموا على هذه القناه وعلى الناس اللي ما تكلموش على النشيد اللي داروه تاع اسرائيل في المغرب، وكان سيدهم لقجع كما قال لك السيد لقجع تاع قناه، واحد محلل في قناه تاع الهداف اللي قال لهم السيد لقجع. ما تكلمش على سيده لقجع، وما تكلمش على سياده المغاربه، خاطش عليه الاموال تضخ، يرسلوا لهم الدراهم في لي كونت تاعهم. انا قلت لكم
المخازينه المغاربه راهم قابلين الصحافه الجزائريه، بعض الصحافه الخونه المرتزقه الجزائريه، ومقابلين التوانسه وقابلين مصريين يعمروا لهم في الدراهم باش نتكلموا عليها. هذه انا كي نعطيكم اوفيسيال. علاه ما تتكلمش؟ علاه ما تعايرش المغاربة؟ علاه ما تنتقدوش المغاربة في القنوات تاعكم؟ كيما نهار اللي انتقدت تونس، نهار اللي عايش تونس، ومشي عايش تونس، مشي تناربيت، مشي قرنت انت، وقيل مشي تقرن، مشي تقرن انت، مشي تقرن انت، مشي طارزون، تولي توغ، معاك صحابك هاني كيتوغو، نتوما مشي عايشين في غابة، وقيلة مشي تقرنوا، تولوا تعايروا بالغاشي، وتكشفوا الحقيقة. الجرأة؟ لا، ماشي عندكم الجرأة. يا اللي باطار، ياه يا اللي باطار اللي ما يعرفكمش. المرتزقة الخونة المرتشية، انتوما المرتشيين. على ما تتكلموش على المغرب؟ على ما تتكلموش على بنقطي، وقيلة يسموها، سمحوا لي النكوة مش راني قالبها مليح، بنقطي، وقيلة بنقطي بالقطي، هذا الامرأة اللي تلعب العاب القوة، اللي عطات الشخصية تاع المرأة الجزائرية والشخصية تاع الرجل الجزائري، عطات الشخصية تاع الرجل الجزائري، وعطات الشخصية تاع المرأة الجزائرية، وعطات الصفة تاع الجزائري كي داير تجاه اليهود، باللي حنا مع فلسطين، حنا ما نطبعوش كاع مالهود، رغم نعرفوا كاين ناس اللي راهم شركات من تحت تحتهم يتعاملوا مع الهود، كاينين شركات يتعاملوا مع الهود من تحت تحت، خونة، وخاصة الصحافة اللي راهم يتعاملوا مع المخازنة، ومخازنة شكون؟ المهني اللي راه يدعم في هذه الصحافة، والمخازنة تدعم في المهني، والهود يدعموا في المخازنة، والمخازنة يدعموا في المهني، والمهني يدعم في الصحافة، بيطلعوا يثبتوا على الحق. قال لك احنا الصحافه تاعنا نورمالمون كو دارت اعلان كبير على هذه المراه الجزائريه اللي ما بغاش تلعب مع الهودي، احنا الصحافه تاعنا كاع سكتوا، ما كان والو، كاع سكتوا. شوف النقطه وين راهي، هذه النقطه كما يقول لك خطيره، النقطه خطيره. علاه الصحافه ما تتكلمش على هذه المراه؟ علاه ما ديروا الشهره كبيره؟ ولا انتم درتوا شهره لزاتشي والسي لقجع؟ قلت له سيد السي لقجع اسمح لزاتشي، ياه درتوا هذه انتم، هذه واه درتوا لها اعلان كبير، قالت على هذا ما عندكمش. حنا على بالنا على جبتوها مرسي الحاج محمد راوراوا، اول اتحاديه جزائريه، اول رجل جزائري اللي جاب فلسطين لعبوا هنا في الجزائر، وهو السيد الحاج محمد راوراوا. على ذيك انتم عملاء، جبتوها من السي الحاج محمد راوراوا حتى اللي وخرتوه، واليوم راكم تعيطوا له كل يوم باغينو يولي، ويولي بشروط. سي الحاج يولي بشروط، لازم نطردوا كل واحد يكون مرتزق ويكون خائن. هذه هي، وتحيه الجزائر ربي يحفظكم، وتحيه خالصه لهذه الجزائريه، المراه الجزائريه، وربي يحفظكم وصحيكم.